جده، فقالت له اضرب عن وجهي بعيدا، فركب حماره واتجه إلى خارج البلدة، فلقي جحا في الطريق، فقال له إذا وصلت إلى الحي يا جحا ورأيت زوجتي فاسألها هل تكفي هذه المسافة أم أبتعد أكثر؟ اشترى جحا ذات مرة 10 حمير، وهو في الطريق ركب أحدهم وعدهم وإذا بهم 9، فقال الأحسن أن أظل ماشيا حتى لا أفقد العاشر. ذهب جحا وابنه إلى وليمة عرس، وكان ابنه صغيرا، وبدأ القوم يأكلون، وبعد قليل شرع ابن جحا في البكاء، فسأله أحد الحاضرين ما لك تبكي؟ فقال الطعام ساخن. فقال الرجل دعه حتى يبرد إذن. فقال الصبي ولما لا تدعونه أنتم؟ أراد رجل أن يمكر بجحا، فقال له رأيتك البارحة في المنام. فقال جحا خيرا إن شاء الله، وماذا رأيت؟ فقال الرجل رأيتك وقد وهبتني 100 دينار ذهبي. فعلم جحا ما يدور في نفس الرجل، فضحك قليلا وقال هو ذلك، ولن أسترد ما وهبتك إياه في المنام. فخجل الرجل وانصرف. ضاع حمار جحا، فأقسم إن عاد فسيبيعه بدينار. فلما عاد الحمار عرف أنه في ورطة وعليه أن يفي بقسمه، فجاء بقط وربطه بحبل، وربط الحبل في رقبة الحمار وأخرجهما إلى السوق، وكان يصرخ بأعلى صوته من يشتري حمارا بدينار وقطا ب100 دينار، ولكني لن أبيعهما إلا معا. لقي جحا رجلا بخيلا في السوق عند أحد الباعة، وأراد أن يشتري تمرا، فقال البخيل للبائع هل عندك تمر صغير النواد عظيم اللحم كثير الحلاوة؟ قال البائع نعم. قال البخيل فاضبط ميزانك واعصي شيطانك وزلي منه بربع درهم. فاستغرب البائع ثم نظر إليه جحا وقال ساخرا من بخله لا بد أن عندك اليوم ضيوفا. فقال البخيل له لا، ولكني أريد أن أمتع نفسي وعيالي.